وفاء لما قدمته في سبيل فضح الاحتلال ونصرة قضيتنا العادلة، أقيمت فعالية تكريم الطلبة الفائزين بجائزة الشهيدة شيرين أبو عقلي للصحفي الصغير، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أبو عقلي على تراب مخيم جنين. قبل أن يمتلك الطلبة مهارات يعني التحقيق الصحفي والتقرير الصحفي والتصوير، هو أيضا أن تترسخ لديهم قيم الوفاء. جئنا هذا اليوم بمعية الطلبة والطالبات المشاركين من كافة محافظات الوطن أيضا لنكون على موعد مع إعلان النتائج، طبعا علما أنه كان هناك جهد تشاركي بين وزارة التربية والتعليم، نقابة الصحفيين، تلفزيون فلسطين. ما جذبني إلى هذه المشاركة في المسابقة هو عنوانها، وهو جائزة الشهيدة شيرين أبو عقلي للصحفي الصغير. فنحن نعلم أن شيرين أبو عقلي هي أيقونة الشعب الفلسطيني المتمثلة بالصمود والتحدي والمقاومة وكشف الحقائق والجرائم عن الاحتلال الصهيوني إلى العالم الخارجي. وخلال الفعالية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، عرضت مقاطع مصورة عن حياة الشهيدة شيرين أبو عقلي المهنية، خاصة توثيق جرائم الاحتلال وفضح سياسته العنصرية بحق أبناء شعبنا، وألقيت الكلمات التي أكدت على الاستمرار في ملاحقة الاحتلال في كل المحافل الدولية ومعاقبته على كل جرائمه ضد المدنيين العزل. يعني أولا قد تكون لمسة وفاء لشيرين أبو عقلي التي سقطت من أجل الحقيقة على أرض فلسطين، حقيقة العدوان الإسرائيلي الذي يمارس في كل صباح ومساء. وقد يشكل رسالة إلى العالم أن هناك إجرام يرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأول ضحاياه هم ناقلي الحقيقة، وشيرين أبو عقلي شكلت هذه الرسالة. وفي ختام الفعالية تم تكريم 25 طالبا وطالبة من كافة محافظات الوطن ممن تميزوا وأبدعوا في مسابقة الصحف الصغير، والذين سيواصلون أداء رسالة الإعلام الفلسطيني السامية ونقل الحقيقة إلى العالم على خطى الشهيدة شيرين أبو عقلي ومن سبقها من شهداء الإعلام. هكذا هم أبناء شعبنا، أوفياء مخلصين لكل من قاسمهم همهم وأوصل صوتهم إلى العالم، ولكل من ساهم ولو بكلمة في نصرة الحق الفلسطيني، كلمة انتصرت على الرصاصة. محمود سمود، تلفزيون فلسطين، جنين.